حققنا الفوزين متتاليين امام وهران ومع فرسان حاسيب سعود. الحمد لله النادي تاعنا راه في المرتبه الاولى بفارق شاسع بين الملاحقين، ان شاء الله يكون مرحله الصعود ان شاء الله تكون في الولايات بجايه، ان شاء الله يكون عرس كروي اخوي بين الانديه الجزائريه المنخرطه في القسم الوطني الاول. كانت هزيمه مره 3-0، وهذا يعني ناتج الى الخبره اللي يكتسبها نادي ميزور، بحكم انه نادي الرياضي حاسيب سعود نادي جديد فاتي السنه اللي يلعب، وان شاء الله راها مازال كاينه بطوله اللقب في اميزور، ان شاء الله نتاهلوا للصعود قسم وطني اول ممتاز.